طيب أنا عندي رسالة أخيرة وصلتني من أحد لاعبين الشرطة ولاعبي المنتخب الوطني، يقول السلام عليكم، يقول لا نحتاج نحن لاعبين المنتخب الوطني، عندنا المكفينة نخدم لأجل البلد، والرد راح يكون بالملعب في مباراة الشرطة. أنا هي هاي أمنيتي أشوف الشرطة، أمنيتي في أقصى قوته في أقصى حالات التحدي. للعلم نادي الشرطة من اجى الديوانيه اجى جاهز في كل بكل نجومه بكل ادواته، والحمد لله 2-0، وان كانت نتيجه غير مرضيه كنا نتوقع اكثر.